نواصل المد المباشر برفقتكم. هو تأسيس لتاريخ طويل ظلت قامات وأماكن شامخة تؤصل وتجدد، لأن الأماكن دي هي تظل خالدة في ويدان الأمة. نذهب من خلال بلدنا حلوة لهذا القصر الزاهي بمتابعتكم، نتعرف على أكثر من خلال التقرير الجاي. عندما يتراءى من البعيد لا يملك المرء إلا الغوصة في غياهب ما تبقى من عبق ما زال شذاه يفوح، فيشتغل ذهنك مكان أنفك ليشتم رائحة التاريخ العبق وتلكم الأساطير والقصص التي لم يبق منها سوى هذه الأطلال، فوقفنا عليها علها تطلعنا عما نجهله من مواقف بطولية عاشتها جنبات قصر السلطان تيراب الذي شيده بالطوب الأحمر في منطقة شوبا، وكانت في زمانها مدينة ملكية يسكنها الملوك والأمراء والفرسان، إلا أنها أضحت رمادا وديارا خربة بسبب الحرب، وكأنها لم تكن يوما تعج بالحياة. هذا القصر هو محمد ابن أحمد بكر ابن موسى ابن سليمان الملقب بتيراب، ولقبوه أهل دارفور بتيراب، وإن التيراب معناته تيراب لبن، معناته لطيبة قلبه وصف بتيراب لبن. مسك الحكم من أخوه أبو القاسم سنة 1752، بنى قصور كثيرة في مناطق مختلفة، وهذه القصور مبنية بالطوب الأحمر، وحجم الطوبة كبيرة في حدود 40 سنتيمتر ل 30 سنتيمتر. وهذا القصر من 13 غرفة، والغرف دي مختلفة في الأحجام، في غرفة في النص، الغرفة اللي في النص هي غرفة للاجتماعات. المملكة هي ممتدة من عهد سليمان الأول اللي هي بيقولوا سليمان سولون، وده قبل الإسلام، ممتدة إلى كانم اللي هي منطقة نيجر، وشمالا إلى منطقة فزان، وجنوبا إلى إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان إلى منطقة راجة، وشرقا إلى منطقة القضارف. كان السلطنة عندها مع دول مختلفة ومع العالم الخارجي، فعندها أوقاف في الأزهر، عندها أوقاف في مكة وفي المدينة وفي جدة وفي طائف وفي الأنبار وفي بغداد وفي قدس وفي فاس وفي قرطبة، وكان في كل البلاد الإسلامية كان المملكة تحاول تساعد المسلمين، وكان بحجج كل حجيج غرب إفريقيا كان بحججهم السلطنة، وأيضا كسوة الحرمين، وبمد أهل الحجاز بكل المناطق اللي قلناها، ده كان السلطنة كان بيحاول يمدهم وبيساعد كل الإنسانية اللي كانوا موجودين، سواء كان في إفريقيا سواء كان في آسيا وأيضا في أوروبا، واستطاعت توقف الحروب بين بريطانيا وفرنسا في عهد السلطان عبد الرحمن الرشيد. السلطان بالنسبة لدارفور كان ما بتعينوا قبيلة، بتعينوا كل أهل دارفور يتموا ويطلوا مناديبهم ويختاروا السلطان، فشرط هذا السلطان يكون من الكيرة متفقين عليه كل أهل دارفور، أو كل السلطنة متفق عليه لازم يبقى من الكيرة، والشرط الثاني لازم يكون حافظ قرآن ويكون مفسر، فمفسرا أيضا القرآن. بنى سلطان تيراب 99 جامع، وقد اهتم سلاطين دارفور بالجوامع، وقد بنى سليمان الثاني أول جامع في
غرب إفريقيا وأيضا في دارفور في منطقة تورة، وهي مبنية من الحجارة المنساة بلا مونة وموجودة إلى يومنا هذا.